المهم عرفتي الاسئله بوم بالزربه، ولكن اللي ما جاوبش يسمح لي. بالنسبه لهذا السؤال هذا، كيفاش يبقى يطلعوا لي القوريات؟ شنو بغيتي يبقى يطلعوا لك القوريات ولا شي حاجه انت مهتم بها؟ هو الهاشتاج. الهاشتاج تقريبا هو اول حاجه اللي كتوصل لهذيك الهدف اللي كنتي. كيفاش نعطيك مثلا الهاشتاج؟ بحال دابا مثلا كاس العالم الانديه غيتلعب في المغرب من هنا ما بقالوش بزاف، يعني غادي تدخل مثلا الانستغرام ولا الفيسبوك كتكتب الهاشتاغ ديال كاس العالم بلونغلي، وغادي يخرجوك بزاف ديال الناس بحال دابا هادو ديال سياتل، بحال هادوك ديال فلامينغو، وهادوك كاع اللي يلعبوا تمايا، ولا كاع هذيك الهاشتاغ غادي تلقى بزاف ديال الكوار والكوريات وكلهم مهتمين بداك الهاشتاغ، يعني داخلين كيعبروا، وغتدخلوا غتعبر معاهم. حتى تدخل الكومونتيرات تبقى تبقشش وتجاوب وتقول لهم لا راه ريال مدريد غتلعب هذا الماتش هذا، شويه بشويه كتبقى تجاوب معاهم بحال هكا، حتى كتدخل الخاص كتبدا التعارف. يعني الهاشتاغ الا ما كنتش عندك مع كره، دير القطول، دير الكلاب، دير الهاشتاغ ديال اي لعبه، ولا دير الهاشتاغ ديال شي مدينه في المغرب، وغتلقى الكوار راه فيهم دابا حاليا. سبيس هاد السؤال هذا ديجا فايت سولوني عليه الناس، واش انت امازيغي؟ بالنسبه للوالده ديالي انا امازيغي، الوالده ديالي شلحه ماشي من ناحيه ديال سواس اكادير، نو شلحه من جويه ديال المهم تيضرب شلحه، ماشي بشلحه، ديال شلحه ديال الاندلس، يعني الوالده امازيغيه. والوالد ديالي جبلي، يعني الناس ديال تازا والجبال ودوك النواحي، يعني مخلط ميكس ما بين امازيغ، يعني النص ديالي امازيغي والنص الاخر جبلي. ومع ذلك يعني كنعرفش واش انا مع هادو ولا مع هادو، ولكن جينا غير ما كنعرف حتى شي لغه ديالهم، كلهم عزازين عليا، وما كاين حتى شي فرق ما بين هاد العرق هذا. يعني ما كنبغيش نعمر راسي، لا انت امازيغي انت جبلي انت مكناسي انت فاسي، ترى فاش كتجي لينا ما كاين حتى شي امازيغي، وكلشي خوتك. واش عمرك ندمتي حيت مشيتي لميريكان تعيش ميريكان؟ نقدر نكون، شوف نقدر نكون ندمت على اي قرار درته، اي قرار نكون درته مثلا ماشي مشكل، نقدر نكون ندمت عليه، ولكن القرار الوحيد اللي معمرني ولو 0.0% حسيت بالندم من جهته، هو القرار ديال الهجره، او القرار ديال نجي لهاد البلاد هادي. واش في نظركم اصاحبي واش كاين شي واحد في العالم ما كيتمناش يجي لهاد البلاد هادي؟ بلا ما ندخل اوروبا وداكشي، ما كاينش شي واحد اللي كيتمنى، وانت براسك راه كتمنى، وان شاء الله الله يسهل عليك، لكن قلبك بيض، واي واحد كيتفرج الله يسهل عليه. انا ربي مكتب لي هاد البلاد هادي، واخا كنا كنفكروا في بلادات اخرين، ولكن ربي كبير، عمرك تنسى ان الله الا بغاك شي حاجه راه غتوصل لها، واخا ما عرفتش شكون اللي وقف قدامك. وباش ندم نجي لهنايا، انا ما عمرني ندمت، هادي كتبقى حتى هي بلادي وكنموت عليها، بحال المغرب، ما كاينش فرق 50% 50%، يعني ما نقدرش. الله يخليهم لينا بجوج، والله تنجاوب على هذا السؤال هذا بالرب. المهم بزاف الناس مؤخرا كشو كنت كنقول لكم بلي كاينين شي وحدين كيهاجموا عليك الا سجلتي شي فرقه اخرى ولا شي بلاد اخر. المهم نقول واحد الحاجه، شوف نتوما راه ما نكذبش عليكم، 80% ولا اكثر اللي في المغاربه كيحكموا غاب العاطفه، معروفين المغاربه كيحكموا غاب العاطفه، ماشي كلشي، ولكن الاغلبيه القصوى كيحكموا كاملين غاب العاطفه ديالهم. تيشوفوك انت هاز درابو اخر ولا شي لعب فرقه اخرى شي لعبه تيهاجموك. وعلاش مثلا انا ما غاديش نسبورتي ولا غادي نشجع واحد البلاد ولا واحد الانسان كبر بيا هز بيا؟ علاش ما غاديش نشجع؟ غنموت على ديك البلاد. انا بالنسبه لي امريكا 50% كنموت عليها، والمغرب 50% بجوج بهم كنحماق عليهم، هاد جوج هادو عزازين عليا بزاف. نتوما كتقولوا لا صافي مغربي كدا، هادي خاصك تكون مغربي ولا ما تبكون، نو هاديك راه خاويه، نو انا بلاد هزات بيا كبرات بيا عطاتني الحقوق قراتني كتخدمني هنايا، وكنعاون والديا في المغرب، ونعاون الناس ونعاونك انت ونعاون كلشي، نهزها فوق راسي. هاد السؤال هذا خاصو جوج ستوريات. المهم كيف قلت لكم، اغلبيتكم نتوما كاملين كتحكموا غاب العاطفه، تقدروا تهجموا شي واحد لانه كيشجع واحد فرقه اخرى ولا شي لعبه، هذا عادي، لانه كون كنتي انت في الغربه اقسم لك بالله غادي تفهم داك الانسان اللي كيهز درابو واحد اخر وكيهز مع درابو المغرب وكيشجع جوج، انت راك مازال ما عارفهاش. علاش؟ لانك انت مازال في المغرب. النهار تخرج مثلا من المغرب لواحد الدوله اللي غتكبر بك، ماشي اي دوله، نو الدوله اللي غتكبر بك، تعطيك حقوق، تخدمك، تحقق لك اي حاجه بغيتي، تعطيك الامان، تعاونك باش تعاون والديك ديفلوبي راسك، يعني بسببها كدير بزاف الحوايج اللي ما درتيهمش في بلاد الام، فاكون اكيد ان ديك البلاد غتولي تموت عليها حتى هي، غتبغيها وغتدافع عليها، ومع ذلك غتدافع حتى لبلادك. كيوليو عندك جوج، وهذا ما كيعنيش انك انت منافق او انك انت يا ماشي وطني. الوطنيه ما كتعتبرش هكايا، نتوما مازال ما عارفينش شنو الوطنيه. الوطن في الدم، كنموت على المغرب، شي واحد يهضر لي على المغرب خايب راه ندور فيه، شي واحد يهضر لي على امريكا خايب غادي ندور فيه، بالعكس جوج الناس تهلاو فيا.
بالنسبه للقضيه ديال الفلوس، على حسب الولايه اللي غادي ليها، واش غادي الولايه غاليه ولا غادي الولايه رخيصه. والثاني حاجه هو ديك الانسان اللي غيستقبلك، واش صاحبك ولا شي واحد تعرفتي عليه فيسبوك غير غيجيبك وغيديك تكري. الا كنت شي واحد صاحبك هنا في امريكا ولا من العائله غادي يقول جلس معايا حتى توقف على رجلك، ماشي مهم $1000 $1500 راه تقدر ديباني بها، لانه ما يقدرش يتخلص من عندك لانه صاحبك. الا كان شي واحد تعرفتي عليه قال لك غير اجي لعندي غنديك فين تسكن، جي معاك على الاقل واحد $2500 حتى $2000. هذه ضروري ما بين 2000 و 2500 الفوق، كل ما جبتي اكثر كل ما مزيان، لانه راه الانسان اللي كيستقبلك هنا وكيعطيك الوراق ولا كيعطيك السكن وداك الشيء، هذاك هو اللي كيلعب دور كبير، هو اللي كيخليك واش تجيب فلوس بزاف ولا لا. فاش تجي لهنايا ما تبقاش خسرها غير في الماكله والزنقه وتشري بورطابلات والتليفونات وهذه وهذه، نو زير راسك، ما ديرش هاد الغلط درتو انا في الاخر قص $147 هي باش تجي لهنايا، ما ديرهاش. بالنسبه خويا لهاد السؤال هذا ديال واحد الانسان كيدخل 2 مليون مغربيه في الشهر وما مرتاحش، بالنسبه لي انا خويا وخا تعطيني 10 مليون في المغرب ما نقدرش نستقر تما، لانه كيف قلت لك وديجا قلتها للناس اللي كيتفرجوا فيها عارفين، ما كتبقاش في الفلوس شي مرات، ما كتبقاش في الفلوس لانه مع الوقت كتذوق الفلوس، كتولي عندك الفلوس، كتولي تشري اي حاجه، ما كتسوقش، ولكن كتبقى تشوف انه واش انا مرتاح في ديك البلاصه، واش انا فاش كنخرج وكيشدني واحد وانا ما غاديش بسرعه يقول لي عطيني الاوراق ودي عليا وقتي، واحد مثلا يجي لعندي فوق ما نحط انا ويقول لي عطيني 10 دراهم، واحد مثلا نمشي للطبيب ما لقاش بلاصتي، نمشي نشد الرانديفو ديال شي حاجه خاصني نتسنى 3 شهور، نمشي نخلص يقول لي ما تلبسش الشورت، نمشي نخدم في خدمتي يقول لي خاصك تلبس السروال. وهذه كاينين بزاف العوامل اللي كيخليك انك تفضل مثلا واحد البلاد اخرى على بلاد كنت. انا بالنسبه للراي ديالي كنهضر على رايي انا، انا مثلا عجبني يعني المعيشه في المغرب مرتاح فيها، غنقيس فيها بديك الفلوس مخير، ولكن شي مرات ماشي على الفلوس، شي مرات على القيمه والكاليتي ديال الحياه، وهذه هي العامل الاول. شحال واحد دابا فيكم تما كيبقى يشوفني من التصاور فيديو تيقول لي انت قصير؟ نو، انا في 1.84 متر 85 في يعني راه طويله، حضي راسك مني راه ندخل فيك بشي كنك لا حاشا تنضحك معاك. المهم 1.84 متر 85 وبالنسبه بالفيت يعني 6.61 6.1 الحمد لله دايزين في البوليس المغرب. خويا بالنسبه للقضيه ديال الرموك، حب قديم حب ابدي، تخيلوا معايا. ومع ذلك انا كنحاول كنقرا هنايا شحال من حاجه، كنحاول ناخذ الدبلومات ديال شحال من حاجه، وكنبغي يعني زعما نشوف شي حاجه اخرى وكذا، ولكن ما كنقدش. علاش؟ لانني الحب الرموك يعني اكتسبته من المغرب، راه ما كنتش كنعرف شنو هي هاد القرعه ولا شنو هي هاد الميريكان ولا شي لعبه، وكنت كنحماق فوق ما نشوف شي رموك دايز كنبقى تابعو بعيني، عيني تابعه تنقول يا سعد هذاك خونا اللي صايد داك الرموك وكذا، كنبقى نشوف فيه تنقول كيدير خونا هذا كيف واش ذكي وكذا. ما كنتش عارف انه ربي تيكتب لي انا واحد النهار غادي نجي نقدر انسوق 2 ديال الطول ديال داك الشيء اللي كيسوقو داك الاخ، ونكون مثلا مثال بزاف الناس في المغرب دابا حاليا باغيين يسوقوا هاد الرموكات لينا. ومع ذلك ما كنصورهمش بزاف، ونبقى نحط التصاور ونلبس تيشيرتات ولا نوشم انه الرموك، ما كنبغيش نزيد فيه بزاف نيكزاجيري. كان هذيك المهنه كنحماق عليها دايره، لانني كنبغيها وكنتمتع بها في الخفاء، ماشي كل ساعه نبقى نصورها لكم صوره باش نبين لك انني كنبغيها. بالنسبه لهذا السؤال هذا سؤال زوين، واش ماشي نقولك واش كاين، ولكن بالنسبه ليا اكثر حاجه الانسان يقدر يديرها هنايا هو يديرها لولادو. يعني فهمتيني، انت تقدر دير بزاف د الحوايج، توصل بزاف د المراتب، تنجح في حياتك كذا، ولكن ما تنساش ولادك حتى هما راه غادي يكبروا، غادي تبغيهم يكبروا فواحد البلاصه زوينه، واحد البلاصه اللي غتبغي يخرجوا مثلا بزاف. بحال في امريكان هنايا بغيت امريكان، يعني شخصيا انا كنبغيت ولادي يقراو هنايا وانفيستيو هنايا ويتعلموا التحرميات هنايا واللغه وكلشي. علاش؟ لانه هنايا الا قراتي غير واحد شويه وفهمتي له ان القرايه ماشي بوحدها كتولي لاباس عليك، والانفستمنت والاستثمار والشراء وكاع العقار ديك العالم كامل احسن حاجه، لانه هنايا الا بدا كينفيستي وبدا كيدخل في الخدمه ديال الاونلاين لي بيزنس اونلاين، يبقى يتعلم القوالب وداكشي هنا غيمشي بعيد اكثر من انه يكبر في المغرب، وهنايا بالنسبه ليا احسن. خويا بالنسبه للسؤال، والله اقسم بالله الا شتي فاش كنحط لكم ستوريات تاع الطوموبيل، كي بزاف الناس كيعجبهم هذاك الستوري، تيقول لك اخويا عزيز علينا الصوت، بغينا نسمعوا الحديد، وبغيناك تكون غادي سايق وكتصور لنا. وكاينين واحد البعض تيبقى يقول لك علاش دابا تسقى تصور تعيق علينا هنا في المغرب ما عندوش حتى بيكالا وكذا وداكشي. انا من عادتي كنتجاهل، راك عارف ما كنحطش انا هادشي ديال الانتقادات، لانه ديما كينتقدوني، كل اللي كيبقى يعيرك غاه هكا وكذا، ما كان ما عمرني جاوبتهم، ولكن كنشوف من واحد الجانب اخر تما كنقول فريمون راه كاين ناس مساكين اللي ما عندهمش حتى بيكالا، كاين اللي ما عندهمش حتى فلوس ديال الطوبيس، كاين اللي ما عندهمش فلوس الطاكسي، وانت تبقى تصور لهم شي حاجه بحال هكا، هي كنبقى نشوف تنقول فريمون عندك نقلل شي شويه. اما انا اقسم بالله كنحماق على شي حاجه سميتها الحديد السوقان، انا كنحماق على شي حاجه سميتها السوقان، يعني اي حاجه فيها الروايد انا معاك،
ولكن ما كنبغيش كيف قلت لكم انا واحد الانسان ما كنبغيش نكزاجيري في شي حاجه بزاف. راه فيما بقى نحط لكم غير التصاور ديال الطوموبيل والكاميو والكاميو لانني كنعشق السياقه، ولكن ما بغيتش الناس يملوا في نفس الوقت ما بغيتش واحد الانسان